الميزانيه ديال الدفاع ديال الخاصه بالدفاع للجانبين المغرب والجزائر هي اكبر ميزانيه في المنطقه. اذا هذه الملايير هذه الدول الى خلت حرب غتوقع هي غتحرم من هذه الملايير، ستنهار هذه الدول، ستنهار ولم يبقى لها اقتصاد ولم يبقى لها مدخول، الابار ستتوقف، ما غاديش يبقى البترول والغاز يدفق العالم، الفوسفات سيتوقف، ما غاديش يبقى الفوسفات يدفق العالم، الخضار ستتوقف، ما غاتبقاش الخضار والبواكر والحوامض تتدفق على العالم. اذا هنا فكروا هؤلاء الدول العظمى اللي تتحكم بالعالم ان في حاله قيام حرب ما بين المغرب والجزائر سيكونوا اول الخاسرين، ولهذا لم يعطوا الاشاره ببدء الاحراب ابدا. ولكن ممكن إلى حكام الجزائر وإلى عسكر الجزائر أن يتهور ويفكر من تلقاء نفسه في شن حرب دون الاستماع إلى نصح المخابرات الأمريكية والمخابرات الفرنسية ودون نصح أو ذاك من الشرفاء من الشعب الجزائري الذين يفكرون ويحضرون عسكر الجزائر أن يتخذ حربا ما بين المغرب والجزائر، ودون أن يفكر ويأخذ نصائح الدول الشقيقة من دول الخليج وكل الدول بعدم الدخول مع المغرب في حرب. ربما سيتهور هؤلاء العسكر الجزائري ويأخذ هذه الحرب المجنونة المسعورة كما قلنا كالكلب المسعور عندما يهاجم بغدر وبشراسة، ولكن نتيجة الكلب المسعور أن يتم قتله والتخلص منه نهائيا. نعم، هذا قلت عندما تقع هذه المجاعة وهذه الكوارث وهذا الاقتصاد المدمر، من بعد السيناريو اللي تابعوه من بعد سيتدخلون العقلاء من البلدين عندما سينتفضون بعد فوات الأوان. وهذا الشيء علاش قلت في واحد عدة فيديوهات ديالي فيديو ديالي إلا دخلتوا قناتي قناة بن قريش للمناظر الفريدة جبدوا أكثر فيديو اللي هو محقق مشاهدات كثيرة، غادي يطلع لكم فيديو كيهضر عن الأخوة ما بين الشعب والجزائر ما بين المغرب والجزائر. يعني وقلت في الفيديو اللي تابعوا مباشرة قلت راه احنا او مع جميع خاص القوة الصامتة، القوة اللي كتفرج من بعيد راه ما بقاش ليها مسموح لها باش تبقى تفرج وتقول هنا انا. يجب ان القوة الصامتة اللي من الشعبين وهي قوة كبيرة جدا وصامتة ولن تكون شيئا وتستنكر ما يقع في هذا الجدال الواقع ما بين هؤلاء القنوات وما بين هاد التيكتوكيين وما بين هاد الاعلاميين، تستنكر في الصمت ولا تتكلم من الجانبين. عند ذلك عندما ينهار كل ذلك سن. اما مصيره قبل ما تكون هذه الجمعيه نقول لكم ما مصيره من المحرضين والمتكتكين واليوتيوبريين من كان يحرض ويسارع ويديروا ويهضر بالعنطريات بشن حرب واش كذا، اش غادي يوقع لهم؟ غادي يخملوا ويسكتوا وغادي يدور عاش غيوقع لهم. عرفتي غادي يوقع لهم؟ غيوقع لهم كما الى من عقل في الثوره الليبيه عندما كان احد الموالين القذافي يشن كلام اللادع على هؤلاء المقاومه من التلفزه الليبيه، وكان معروف وهو يسلسل رجل كبير متوسط السن وكان معروف ما كاينش اللي ما شافوه ويرد على بكلام جارح كذا الى اخره، في الوقت اللي كانوا الثوره الليبيه مازال عندهم ثوره سلميه، في الوقت اللي الثوار الليبيين تمكنوا من السلاح تمكنوا من الهجام اقرب حاجه سمعها بالف سروالو، راه عمو بالف سروالو لحد الان انا بغيت من يعرفوا يخبرون اين صار حالهم. هكذا المتبتين مثل بونيف وابن سديرة وامثالهم من المغاربه، نعقولهم يعني هناك مغاربه يدافعون فعلا وهناك مغاربه يدخلون كذلك في الاعراض لاجل ان يجلبوا مشاهدات كبيره وكثيره على سبيل المثال. هذا الشيء علاش كنحضر، هذا الشيء علاش انا قناتي هذا لا ادخلوا فيها الاعراض ولا تدخلوا في الاعراض. غنقول لكم علاش، لان من بعد ما غتحطم المعنويات والسلاح والجيش والصناعة والتجارة والمعامل والمنابع المياه والمعادن كله سيتحطم، من بعد عاد غادي يظهروا دوك اللي هما كانوا صامتين وغادي يفكروا اش غادي يديروا كيفاش غنديروا نحلوا هذا المشكل وكيفاش الامور ترجع، لان اي حرب لا بد تنتهي بالسلم. لا بد، اوروبا تحاربت الحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الاولى، ولكن النتيجه انهم التجاوا الى السلم اللي نعرفه هو الوسيله الوحيده اللي ممكن يتعايشون به. اول
أول ستتكون لجنة عسكرية ما بين البلدين لمحاكمة من كان سببا في الحرب، وستكون لجنة قضائية من البلدين لمحاكمة هؤلاء التيك توكيين، هؤلاء اليوتيوبيين، هؤلاء أصحاب القنوات الفتنة، هؤلاء أصحاب القنوات السب والشتم في الأعراض من الجانبين. ستتكون لجنة، ربما الحكم الذي ستصدره على هؤلاء ليكون عبرة لأمثالهم باش ما يبقاش يدخلوا هو قطع الألسنة ديالهم، مثل بونيف وبن سديرة ومن يدوروا في فلكهم لا من الجزائر ولا من المغرب. أول حكم ستتحدى اللجنة ستتحكم عرفتي علاش؟ باش غادي اللجنة عسكرية ستتحكم في كل من كان له سبب. هنا غادي يبان من قال يكون من كان يقول ها يدي ممدودة أتعانوا بركون تحاوروا، وغادي تفرق ديك اللجنة العسكرية من كان يقول يا جزائريين لم يلحقكم مني السوء أبدا، ومن كان يقول لا عودة، من يقول لا عودة لا رجعة لا كذا، حنا قطعنا الحدود لأجل لا تكون حرب، قطعنا العلاقات لأجل لا تكون حرب. قطعتي العلاقات ولماذا ما زال تدخل في الأعراض؟ قطعتي العلاقات، قطعتي الطيران، قطعتي الغاز، علاش ما زال قنواتكم كيدخلوا في الأعراض ديانا؟ واش قطعتي؟ وقطع مرة واحدة، ماشي انك تقطع العلاقات، تقطع الخطوط، تقطع كل شيء، تقطع النفس، تقطع الهواء، وفي الاخر مازال قنواتكم قنوات زيكو لا زالت تسبوا في اعراضنا، في اعراض ملكنا، في اعراض كذا الى اخره. اذا هنا علاش انا ما كنهضرش وما كنقول السوء؟ حتى ملي كنقول مات ابو مديان مسموما والصحراء مغربيه، هذا حقيقه واقع. ملي كنقول مات ابو عبد العزيز المراكشي مغبونا والصحراء مغربيه، هذه حقيقه لم اكذبها ولم اقول دخل في اعراض. عندما اقول مات بوتفليقه مقتولا هذه حقيقه، ماشي مات القذافي مقتولا هذه حقيقه لم اخبيها ولم ادخل في الاعراض. ملي كنقول مات والصحراء لازالت مغربيه، وملي كنقول مات بوتفليقه مشلولا والصحراء لازالت مغربيه هذه حقيقه، وملي كنقول مات القيد صالح مغتالا والصحراء ولا زاد هذه حقيقه لم اتدخل في اعراض. يا ريت الخصم عندنا يكون بهذا المستوى، تدخلوا في كل شيء الا الاعراض. لماذا الاعراض؟ وخاصه عندما تتعرض لاعراض ملكينا في ماذا باش تغيظنا؟ ماذا تقول امام اللي توقف امام رب العالمين؟ ماذا تقول؟ كما أقول لذلك المغربي أو اليوتيوبي المغربي أو التيك توك المغربي عندما تتعرض وتدخل في أعراض تبون أو أعراض شنقريحة أو أعراض شيء ذاكلي وأعراض جزائرية بصفة عامة وأعراض جزائرية بصفة عامة، وأنت لا دليل لك إلا مجرد معاكسة الجزائريين أو مجرد أن تجلب مشاهدات كثيرة، ماذا ستقول لرب العالمين عندما تقف وحدك عريان من مجرد من كل شيء؟ لا محمد السادس غادي ينفعك في قبرك، ولا تبون غادي ينفعك في قبرك، ولا أي شيء. ماذا ستقول لرب العالمين عندما تقف أمام رب العالمين وانت كتطعن في الأعراض وتدخل إلى إلى أدق التفاصيل في الأعراض؟ كنحشم أنا نقول هادشي، كلكم كتعرفوه، كيف كنحشم نقول هادشي أنا في هذا الواقع هذا؟ فلهذا أنا أحضر كل من يطلع عندي، راه مجرد من الجزائريين مجرد ما كيدخل في الأعراض كنهبطوا في البلاصة، ولكن العالم كله كيشد ما هي على بيوت الرذيلة. هذا هو اللي كنقول لهم، أنت اللي كيطلعوا كيدخلوا في الأعراض من الجزائريين كنرد عليهم، كنقول لهم كنرد عليكم بما قاله مواطنكم شوقي من زهراء التربيات بيوت الرذيلة، هذا ما أقول لهم فقط. أما أنا لا أرد بذلك المثل ولا أسمح لأي مغربي أو كذا أو مداخلة يرد عليهم من هذه القناة ديالي، يرد عليهم بأنه بدي المداخلة في التدخل في الأعراض، هناك للأمور كاينة. قلت ان هذه السيناريوهات اللي وقعت من بعد ما غادي يدخلوا هذه اللجنه، ثم غادي يبداو يحاكموا، هناك لجنه عسكريه ستحاكم من كان السبب في انشاء هذه الحرب ومن كان البديء ومن كان هذاك، ثم ستدخل تتكون لجنه قضائيه لهذا ستحاكم من كان اصحاب القنوات الفتنه الذين كانوا لا يرجون من وراء الفتنه الا ان يجلبوا مشاهدات كثيره، ستكون لجنه وستحكم اقل شيء ستحكم بقطع الالسنه ديالهم ليكون عبره. هادشي علاش انا ما كنقدرش ندخل في الاعراض باش ما انا عارف انا متاكد ومؤمن ان هذه اللجنه ستاتي كنخاف لشي نهار يقطعوا لي لساني ياك، واقل عقوبه في من يتدخل الاعراض وهو الجلد، وراجع القران من يقذف المحصنات، راجع هو الجلد
انت ولا رجع القرآن. نعم أقول هذا، لهذا حتى الخصومة يجب أن تكون بشرف كما قلت لكم. رأيك أنت مخاصم مع أخوك ولد أمك وباك، يعني فكر أنك يوم ما غد صالح أنت وياه، فكيف غد توري وجهك قدام مرت أخوك وبنات أخوك من اللي كنتي كتعرض في الأعراض ديالهم وتهضر فيها؟ هذا هو اللي بغيتك تفكر يا مغربي يا بك. أما الجزائري فأنا أقول ما عندي ما نقول، لأنهم هناك عقلاء جزائريين نتمنى أن فيكم الغفلة وبدأوا نصحوا من علماء. إحنا عندنا العلماء ديالنا في خطبة الجمعة كيحضرون هذا الأمر، هذا خطبة الجمعة كيحضرون هذا الأمر هذا. لهذا ملكنا بنفسه، إحنا شبه هاد الشيء اللي كنهضروا في المداخلات، ملكنا بنفسه في خطب في بعد خطب من خطباء قال المغاربة يجب أن لا تتعرضوا للجزائريين بالسوء في المنصات التواصل الاجتماعي. قال هكذا، يعني إحنا هادشي اللي كيقولوا هادشي اللي إحنا واردينه، إحنا غير متفقين مع مالكنا في هذا الأمر. لو كنا اتفقنا مع مالكنا ما غندخلوش، ما نتواجهوكمش وما غندواجهوش معك في هذه القنوات هذا. ولكن لقد وصل